السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. يا الله يا تuhan kami، ampunilah kami ya Allah، ampunilah kami ya Allah، ampunilah kami ya Allah. Tuan dan puan yang saya hormati sekalian، pada pagi ini saya terpandang ya post yang dibuat oleh Ustaz Abu Liu tentang pemikiran ayah beliau. Saya suka membacakan status dia, status dalam IG. Ya Allah, rindunya sangat rindu. Pesan akhirnya buat saya, Abid, jangan risaukan bapa ya. Teruskan kerja, bantu orang lain ya. Teruskan dakwah dan buat baik. Bapa kerja buat setiap hari. Tak pernah nak apa-apa. Tak nikmati dunia ni pun. Semuanya diberikan kepada orang lain. Suka memberi setiap hari melalui arwah mak. Maafkan Ebit. Tiada saat akhir bapa tadi. Ya Allah, ampuni dan redalah atasnya. Hadiahkan syurga firdaus buatnya. Jadikanlah ia semua asbab kebaikan dan hidayah seluruh alam. InsyaAllah nanti kita jumpa dan bersama semula di sana. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab sebenarnya saya bila melihat apa yang dituliskan oleh Ustaz Abu dan itulah kehidupan kita tuan-tuan, kita bahagiakan dan pasti satu hari nanti kita akan pergi sementara kita hidup ini. Itulah yang terbaik yang perlu kita lakukan. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد حروف كلام الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد رمل القفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد حبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد ما أظلم عليه وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المحجلين والشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل البيت وأئمة الماضين ومشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وإلى روح سيدنا الحبيب أمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب الوشح علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمات والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في
في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمة الله. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، أطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، أطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، أطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، أطب بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، أطب بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل، أطب بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، أطب بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل، أطب بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، أطب بنا والمسلمين. Wahai Tuhan yang setiasa bersifat rahman, kasihanilah kami pada ketika turun pada. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengasihani. Melemah lembutlah terhadap kami dan sekalian kaum muslimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله يحيي قلب ذكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون الى الله تائبون الى الله تائبون الى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن خاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلن أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، 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 لا إله إلا 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 الله، الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث، نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. إلى روح سيدنا حبيب الشاف وحبيبي وشفيعنا ورسول الله محمد، إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى روح سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي أبا ألوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا علي أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وأصوله وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة
وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول والتمام كل الشؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر، جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدي ولدي أدنان ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا محصي ثناء عليك، أنت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة أعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك وأدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل
وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وآمن لك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بعي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم هدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله kita baru saja selesai membaca selawat 100,000 kali ya dan juga rakaat atas inilah amalan kita dan ini juga merupakan sebahagian daripada amalan ataupun rutin kita setiap hari sama dalam program kita. Kita ada tiga program, kita ada program portrait, kita ada program kasbiwan dan juga kita ada program pementoran. Kasbiwan tu program pementoran dan juga kasbi X ya. Dan untuk pengetahuan tentang perempuan setiap pagi kita akan berzoom ya, berzoom tentang apa yang mengikuti dari IG ialah kita open untuk public. Siapa yang join, insyaAllah apabila kita mulakan hari kita dengan selawat, dengan ratib, kita ambil ratib al-atas ya. Ratib al-atas, ratib al-atas. Mungkin tuan-tuan juga pernah dengar tentang ratib al-hadad. Al-hadad ini adalah anak murid pada al-atas ya. Kita ambil ratib al-atas untuk kita bacakan setiap hari sebagai permulaan hari kita. Kita mohon pada Allah SWT dipermudahkan urusan kita sepanjang hari ini. Okay. Dan insyaAllah apa yang boleh kita lakukan ialah kita lakukanlah secara istiqamah. Okay. Lupa lagi, sebelum malam kalau anda nak join, kita lepas isyak dalam pukul 9.10 begitulah, 9.10, 9.10, 9.10, kita akan baca surah Al-Mulk sebagai penutup hari kita. Dan itulah rutin di segi bacaan kita. Dan kalau nak bersama-sama dengan kita pukul 7.40 nanti kita ada jazz. The jazz, eh? Jazz ni lebih kurang macam jazz. Apa maksud jazz? Jom ala-ala apa? Zumba. Jom ala-ala Zumba. Okay. Walaupun kita buat di rumah, dia ada 3 round insyaAllah. Berpeluh. Okay. So itu melalui IG ya, itu melalui IG, kita tak buat melalui Zoom, kita buat melalui IG. So saya ingin mempersilakanlah semua bersama-sama kita 7.40. alah, ikut je kan, ikut je. Rumah tak buat apa-apa, tak perlu kata nak jogging, boleh jogging, tak ada masalah. Tapi jom cuba ni dulu, memang perlu gila pun tak perlu macam tu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.